بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فكرة العلاج بالحجامة. هناك زيادات في عدد الكريات الحمر نتيجة لإنتاج المستمر لها، ولابد من إعادة التوازن إلى الدم. لذلك نعتبر الحجامة وسيلة آمنة وفعالة للقيام بذلك. قد أثبتت بعض الدراسات أن الدم الحجامة يختلف عن دم الوريدي، حيث يكون عدد الكريات البيض أقل. طبعا تعريف لخلايا الكريات البيض: خلايا الدم البيضاء هي المسؤولة عن مقاومة الجراثيم والفيروسات، وهذا يعني أن الخلايا المناعية تبقى في الجسد وتخرج الكريات الحمراء الزائدة، أي أن الدم الغير مرغوب فيه يخرج أثناء الحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، والله أعلم.